معي على الهاتف السيد وزير الماليه السيد عمرو الجرحي. مساء الخير يا سيد الوزير. مساء النور، اهلا يا استاذه رشا. اهلا بيك. توقعت يعني عملت توقعات بخمسة واتنين من عشرة في المية معدل نمو، يعني هل حضرتك شايف ان ده طموح شويه زياده؟ يعني نأمل في تحقيقه إن شاء الله. هو مبني على حجم استثمارات تتخطى 500 مليار جنيه السنة الجاية، سواء من القطاع الحكومي أو الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة مساهمة تقترب من 55 إلى 60% من هذه النسبة. وبالتالي حضرتك متوقع عجز موازنة أقل؟ فعلا، لانه عجز موازنه اقل. يعني احنا بنهدف ان احنا ننزل تحت ال 10%، بنامل ان احنا نوصل الى 9.8%، وفي اجراءات هيكليه موجوده لزياده الايرادات بشكل ايه هي بقى الاجراءات الهيكليه غير الفي اي تي او غير القيمه المضافه؟ اعتقد في اصلاحات ضريبيه اشرتم اليها في البيان المالي، ايه نوع الاصلاحات الضريبيه اللي انتم بتتكلموا عليها سياده الوزير؟ احنا طبعا بنتكلم في ضريبه القيمه المضافه اللي احنا هنبتدي ان شاء الله نناقشها في خلال الفتره القصيره القادمه. هي كان فيها بعض التعديلات البسيطه، حصلنا على موافقه مجلس الوزراء وبعثناها لمجلس الدوله لمراجعتها، ونامل ان يتم الانتهاء منها خلال يومين الثلاثه اللي جايين، وبعد كده نبعث مجلس النواب ونناقشها فيما يعني. بالاضافه الى كده في بعض برامج رسوم تنميه، في رسوم تنميه لم يتم تعديلها او تغييرها لفترات طويله، وضيف كده برضو رفع كفاءه الاداره الضريبيه من ناحيه اخرى. هل بتفكروا تاني في اعاده ضريبه البورصه؟ لا، لسه ما ناقشناش الموضوع ده في الوقت الحالي خالص، يعني لم يطرح هذا الملف المناقشه في الوقت الحالي، لان هي كانت المفروض متاجله سنه او سنتين، والسنتين خلاص يعني قربوا على الانت يعني خلاص نتكلم في... لا لسه قدامها سنه يا استاذ رامي، لغايه مايو 2017. مايو 2017. طيب يعني ده معناه انه رسوم تنميه دي رفع لرسوم الخدمات يا سيد الوزير؟ في بعض الحاجات اللي هي ما اتحركتش لفترات طويله، وده لسه برضو يعني بيتشاف القانون وموجود في مجلس الدوله، بس لسه ما وصلناش للمرحله الاخرانيه. طيب تمويل استثمارات الحكومه، احنا عندنا ارتفاع في استثمارات الحكومه في البنيه الاساسيه ب 50% في كل المجالات، كيف سيتم تمويل هذا الجزء؟ في اجزاء بتبقى تمويل ذاتي، هي بتبقى من الهيئات الاقتصاديه من ساحه المجتمعات العمرانيه الجديده وغيرها، وبيبقى في تمويل اللي هو اللي زاد من تمويل من الموازنه اللي هو زاد تقريبا بنسبه 25% عن العام السابق، اللي هو وصولا الى 65 مليار، ارتفاعا من حوالي 48 مليار ل 50 مليار السنه دي. حضرتك ذكرت في البيان المالي انه اجراءات هيكليه للسيطره على مصروفات الاجور اللي ارتفعت من 85 مليار في 2009 ل 198 مليار، ما هي هذه الاجراءات للسيطره على الاجور والمصروفات؟ هو الحقيقه انه اللي انا ذكرته في بدايه الحديث، كنت عملت تقديم للساده المحترمين اعضاء مجلس النواب بالتطور اللي حصل في شكل الاقتصاد المصري في الخمس سنوات السابقه، وما كنا نقف عليه في نهايه قبل الثوره على طول، وبالمقارنه بما حدث في الخمس سنوات الماضيه، وكان الشكل واضح انه نسب النمو ما بين 2011 ل 2015 في المتوسط كانت في حدود 2.5%، مقارنه بالخمس سنوات السابقه ليها كانت في حدود 6.2%. بدانا نتدارك نسب النمو القليله دي بدايه من العام المالي 2014-2015 لما عملنا نسبه نمو 4%، والسنه دي بنتوقع 4.2%، فبدانا في تدارك هذا الامر. اللي حدث بطريقه اخرى من الناحيه الثانيه ان كان في زياده في المصروفات في ثلاث بنود، الاجور الدعم، وبالتالي كان مطلوب ليهم تمويل بشكل كبير، نتج عنه زياده مفرده في اجمالي الدين العام لتمويل مثل هذه الزياده في المصروفات، اللي وصلت بينا انه الاجور الفوائد كانت بتمثل نسبه 19-20% في سنه 2010، وصلت بينا لحوالي 30%. ازاي بقى هتقدر تسيطر على ده؟ يعني انت رقم ده انت ورثته، هتقدر ازاي تتعامل معاه؟ هو يعني زي ما قلنا، الاجراءات اللي هي السيطره على المصروفات ودفع الايرادات وزياده الايرادات، منها
ضرائب الدخل، ومنها الانتقال من ضريبه المبيعات وضريبه الى ضريبه القيمه المضافه، الاسراع والنمو في تخصيص الضريبه العقاريه. لا، يجب ان نزيد الايرادات بشكل تدريجي قوي وفعال، والسيطره على المصروفات بشكل اكبر، لانه بند الاجور كان بيمثل 23% من الموازنه، بقى بيمثل 26% من الموازنه، والرقم الحقيقه تضخم. يعني طبعا هو رقم ضخم جدا، لكن انا كنت عايز اعرف ازاي هنقدر ان احنا نسيطر على هذا البند. يعني انت حضرتك احنا وارثين خلاص تركه ب 198 مليار جنيه، يعني تمثل ما تمثله من الموازنه، احنا هتقدر تسيطر عليها ازاي، تخفضها ازاي برفع الايرادات؟ يعني بس مش بنقول هنخفض، بس نسب النمو فيها مش هتبقى بنفس الارتفاع اللي شهدته في الخمس سنوات السابقه، لانه لو حضرتك شفتي نسب النمو اللي كانت موجوده من عام 2011 الى عام 2014 كانت نسب نمو مرتفعه جدا، فنسب النمو في هذا البند مش هت يعني في بند الاجور لن تزيد بنفس الدرجه السابقه. الحقيقه برضو عشان نبقى يعني تبقى الصوره واضحه امامنا، انه الـ 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 الدعم مش هيتغير السنه دي عن السنه اللي فاتت، لانه كان في اجراءين، اجراء حصل في 14 15 بإجراءات لدعم في تحريك أسعار الوقود، ولكن السنة الحالية 15-16 ساهم برضو انخفاض أسعار المواد البترولية في عدم ارتفاع فاتورة الدعم بشكل كبير. من ناحية أخرى، يعني من ناحية أخرى داخل منظومة الدعم نفسها، بنلاقي إن احنا زودنا بشكل فعال الدعم السلع الغذائية ودعم المزارعين، اللي احنا بنوصل بيها لحوالي 50 مليار مقارنة ب 41 مليار السنه. طب لكن سياده الوزير، البيان بيؤكد برضو استمرار خفض دعم الكهرباء والبترول بعيدا عن الشرائح الاولى، الثلاثه الاولى اللي احنا بالذات في الكهرباء، لكن لسه في فاتوره دعم اعتقد ايه 64 مليار موزعه على الكهرباء والبترول. يعني هل ده معناه ان الحكومه مستمره في خطه خفض الدعم على الكهرباء وعلى المشتقات البتروليه؟ هو في خطه موضوعه لقطاع الكهرباء، انه في خطه موضوعه لتحريك الاسعار بشكل منتظم دون المساس بالفئات الادنى. مين بيتحمل الفئات دي؟ مين بيتحمل الثلاث فئات دي، الحكومه ولا هتتوزع على المواطنين التانيين؟ لا، ما زالت الحكومه بتتحمل جزء منها، لانه الخطه مكمله معانا، خطه دعم قطاع الكهرباء لسه مكمله معانا على الاقل لثلاث اربع سنين لقدام، فده معناه ان الحكومه كانت ما زالت بتتحمل جزء من هذا الدعم بالرغم من تحريك الاسعار اللي بيتم. وماذا عن البترول او المشتقات البتروليه؟ تحمل مشترك ما بين الفئات الاعلى والحكومه في نفس الوقت. يعني هنشوف تحريك للدعم في هذا القطاع؟ في القطاع الكهرباء الخطه موضوعه وبتتنفذ. قطاع البترول؟ قطاع البترول لا، لسه ما فيش حاجه اتناقشت في الموضوع ده في الوقت الحالي. والحقيقه انه انخفاض اسعار البترول ساعد في امكانيه النزول بالدعم، ولكن احنا ابتدينا نشوف في الفتره الاخيره ارتفاع البترول، ارتفاع في اسعار البترول، وصلنا في خام برنت وصلنا الى 48 دولار مقارنه يعني يمكن كان احسن وقت لتحريك الاسعار. طبعا حضرتك استاذنا وعارف كان احسن وقت تحريك الاسعار والاسعار منخفضه، يعني مش لما تعلى. لا صحيح صحيح صحيح، يعني الفكره كلها انه، وده حصل في دول كتيره، يعني لحقيقة لو بتبصي دوله زي الاردن، دوله زي انجولا، ده الامارات والسعوديه، الامارات العربيه المتحده، كل هذه الدول اتحركت في هذا المجال لتدارك الموقف وعدم الاستمرار في هذا الموضوع بهذا الشكل. طيب. لكن لغايه دلوقتي داخل الحكومه لم يتم مناقشه هذا الموضوع. طب ارجع تاني لموضوع الرسوم سياده الوزير، يعني نرجو، هل الحكومه هتكون لديها الشفافيه ان تعلن للناس اذا ما كان هناك رفع على مجموعه من الرسوم والخدمات، ان يكون في شفافيه وتقولوا لنا انه والله احنا هنعمل كذا في التوقيت كذا، مش نصحى الصبح نلاقي رسوم مرتفعه؟ يعني مش اعتراض، ولكن على الاقل يبقى في شفافيه، الناس تبقى عارفه ايه اللي ممكن. لا لا، الحقيقه ايوه يا فندم اتفضل. مظبوط، الحقيقه انه يعني احنا برضو لسه بندرس انه يعني الجدول الزمني لاي احداث هتتم بحيث انها تتم بشكل سليم، ولسه لم نصل الى السيناريو النهائي في مثل هذه الموضوعات، فبالتالي احنا طبعا هيكون في شفافيه
في اوقات بيبقى في بعض الحاجات انه ما بتقدريش تعلني قبلها بفتره نظرا لظروف السوق طبعا ممكن تحصل كركبه في السوق، بالتالي ما بنقدرش نعلنها، لكن فيما عدا هذا طبعا كله بيتم بشفافيه. وحيكون بتتكلمي على سرعه رد فعل الحكومه في موضوعات اخرى والحاجات صحيح صحيح. يعني طبعا انا بتوجه بخالص العزاء للضحايا لاسر ضحايا الطياره، وانا لسه راجع من عزاء دلوقتي من احد في احد في عيله من اللي كانت ضحايا في في الطائره، والجو كان حقيقه يعني حزين. فيعني بتوجه بخالص العزاء لاسر الضحايا. انا بشكرك شكرا جزيلا السيد وزير الماليه السيد عمرو الجرحي.